مشاهدي ومتشبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر الصباحي من امام سوق الجملة للسمك بمدينة الدار البيضاء. جينا باش نصوروا اكبر سمكة غادي تدخل في هذا الصباح، غادي تدخل في هذا الصباح لسوق السمك، ومعنا السيد اللي اصطادها واللي جابها لهنا غادي يقول لنا الوزن ديالها، الفوائد ديالها. اجي خويا عندي. مرحبا خويا. مرحبا، تفضل عندي هنايا امام هاد. قلنا الاسم ديال هادي بعدا شنو هي؟ هي سمكة التونة العنيدة هذه. علاش كيسميوها العنيدة؟ خويا حيت لأنها صعيبة باش كتصيد، لأن كيبقاو مجهودات كثيرة باش كتصيدوها، بالنسبة لينا حنا في هاد البلاد الحمد لله الخير موجود. واش انت اللي كتصيدها ولا كتشريها مصيد؟ بيع وشرايا. يعني حنا كنبيعو وشريو عندنا المحل في مدينه المحمديه. يعني غني التعريف مالك الطون. هما راه غادي بالجوده العاليه، لان هاد الايام ما كانش حوت، يلاه الحمد لله بدا كيدور الحوت. الطون هاد الايام راه باثمنه مناسبه. وكاينه الجوده والحوت موجود الحمد لله، وكنقول الناس جو المحمديه تاكل الحوت، جو ضربوا الشوايه، اللهم صل عليك رسول الله راه كاين المليح. واخا الطونه العنيده شحال تكون في الوزن ديالها هذا؟ على حسب، كاين اللي فيها 300. هذه فيها تقريبا واحد 100 كيلو. 100 كيلو؟ 100 ولا 95. يعني ماشي كبيره بزاف. لا ماشي كبيره بزاف. شحال يكون العمر ديالها هذه تقريبا؟ يكون العمر ديالها شنقول لك اخويا، ما نقدرش نقول لك شحال. عام 8 شهور. ما نقدرش. ما كتحدوش. لان هذاك الشيء اللي يعني كاينين الخبراء ديالو. دابا هذه منين غتدخل للسوق؟ وعاد تباع بشحال تباع الكيلو؟ على حسب، كتبدا كيبدا الثمن ما بين 60 50 حتى 80. 60 درهم؟ ما بين من 60 حتى 80 على حسب الجودة. حتى 80؟ فوالا على حسب الجودة خويا. شنو شنو الفرق بين هادي وبين الحوت العادي؟ هو كاين الصفادة، كاين اللومبرين، القرب، كاين الشكيليط، كاين القردة، كاين القرص، كاين الفرخ، كاين أنواع وأشكال ديال الحوت الهبرة. هادي عندها ماليها؟ بطبيعة الحال، لأن خصوص في الشواية كدير قضيبات ما شاء الله، دير لي ستيك، طاجين، ديرها شرموله، يعني انواع واشكال. واش كتبيعها مجموعه ولا كتقرد؟ نص كيلو نعطيو، اللي بغى رابعه نعطيو، واللي بغى كيلو نعطيو، ما عندناش مشكل. خصوصا حنا في دار البحار مدينه المحمديه، راه كاينه الشوايات مارشي حال، راه يجوا الناس تما، كاين اللي يطلع له اللحم في الراس، الغلمي في الراس، يجي يعرقها، يجي يضرب لي الحوت مع راسو، يجي يتبرع. اللهم صل عليك يا رسول الله، وكنشكرك خويا تبارك الله. شكرا شكرا خويا، شكرا شكرا. اذا كيف تابعتوا معنا مشاهدينا الكرام، التونه العنيده غادي تدخل لسوق الجمله ديال السمك بمدينه الدار البيضاء. وكيف قال لكم السيد، كتباع ما كتباعش هي الجمله، كتباع بالكيلو، اللي بغى ياخذها راه اكيد. هانتوما كتشوفوا غادي ياخذ على قدر المستطاع ديالو وبالثمن مناسب، ابتداء من 60 حتى 80 درهم للكيلو. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه، دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.